تلقينا الخبر كباقي المتلقين. يمكن أكد لك هو في إطار استقلال السلطة القضائية تبقى الصلاحية الغرفة ترفع الكفالة أو تلغي قرار التحقيق. قرار التحقيق عنده سلطة مستقلة، حنا متبعين الملف عبر الدفاع ديالنا ومحامون اللي عندنا. اللي كان هو صاحب جواز السفر من هذه المغنية التي حاولت الهروب في وقت ما من المغرب، هو غادي يكفل المحكمة ضمانات استقدام هذا المشتبه فيها. الأصل هو البراءة. هناك معتقلين آخرين، هناك مجموعة المشتبه فيهم، هناك رجال الضبط القضائية لا زال البحث مفتوح ويستمعون دائما للمشتكين وبعض المشتبه فيهم. إذ الملف المنتصف ديالو حاليا باقي الملف في التحقيق، كاين مرحلة ابتدائية على مستوى المعتقلين، وكاين كذلك مرحلة ثانية اللي هي مرحلة الاستئناف والنقد كذلك إذا لازم الأمر. إذا نحن عموما نتابع الملف بكل تجرد وحيادية واستقلالية ونحترم قرارات المحكمة. نعم سي محمد المديمي، سمعنا بأنك وليت تتعرض للتهديدات ومحاولة بالتصفية، وخصوصا ماشي واحد ديجا كنتي درتي به شكاية في الموضوع وهو من رواد المواقع التواصل الاجتماعي. هناك أحد الأشخاص المشتبه فيهم وموضوع شكايات وعنده عقوبات وموضوع ملفات رائجة من المحكمة وموضوع متابعة ملفات أخرى من ضمنها مفدي الإجهاض. لا زلت تلقى مجموعة من المكالمات مجهولة لا أعرفها، وأكثر من هذا أتلقى تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسمي ولقبي وصفتي مباشرة، تهديد بالقتل. هذا الشخص هذا يهدد بالقتل، غادي يكون موضوع كتاب للسيد الوكيل العام، لأن لا يعقل أن وصلنا في هذه المرحلة. هذه هناك مجموعة ديال المجرمين أصحاب السوابق والمتابعين هم ينشطون في بعض المواقع الإلكترونية، وتجدهم هناك في الأحزاب السياسية وفي جمعيات وفي نقابات لا عمل لهم إلا المتابعة أمن القضاء. كيبان لهم وسام إذا كان عنده شي ملف متابعة من القضاء. الغير في الأمر هو النيابة العامة المحكمة الابتدائية في وقت مضى كانت دائما تتابعه في حال صراح رغم الخطورة ديال الجرائم ديالهم، وها هما تنجيو متطور تنجيو حاليا تلقاو على إثر معاينة ديال المفوض القضائي يرتكبون جرائم تقمتوا فيها ناس أخرين، وهاد الناس ما تشدوش وتقدموا المحكمة شحال مرة من انتحار صفة وإهانة الضبط القضائية وهنا الشرطة والسوق العالي وغير ذلك، وحتى التجار حتى الإجهاض وتلقاهم في حالة صراح. اللي ممكن نقول لك هو أن حنا ترفعنا على الدخول فيما يقع بين هذه المشاهير إما ممثلات أو راقصات أو مغنيات. خدينا من في الوهلة الأولى تحتنا بين إيدين الجهات القضائية والأمنية، أخذت فيه المتأهيل القانوني، تم تقديم مجموعة المعتقلين، كذلك تمت المتابعة مجموعة المتابعين في حالة صراح. ترفعنا ندخلوا بين هذا الفنانة والفنان أو ما شابه ذلك. كذلك مركز الوطن حقوق الإنسان هو مؤسسة حقوقية كباقي المؤسسات المتواجدة، ولكن اللي عندنا هو أن تنحاول دائما المركز يبقى محايد، كون فنان كون فنانة كون كما كنتي، حنا عندنا مواطن عند شي حق جيت للإطار بل ينمي في حقوق ممكن نتبنوه بنا قضية كباقي القضايا. يمكن لك بشي النيابة العامة راه تنوب على المجتمع، وبشي نسي الوكيل الملك ولا شوف محامي ديالك مساطير اللي ما عرفتيش وخذ المتأهيل القانوني. أما حنا ما غندخلوش في شي ملف لصفية حسابات أو ما شابه ذلك بين الفنان والفنانة، لأن هذا المفدي الحمزة مومبيبي مفتوح سنوات. هذه مريم سعيد كانت من الضحايا طبعا، وتأسفنا لأن صحفية وكانت خدمة في ام بي سي وتأسفنا كشي تعرضت ليه، ولكن سكتت واحد الوقت معين. إذن ما تشو ما بغيناش سكتت المدة كاملة وتشو تشوف مجموعة الناس تعتقلوا عاد جي نجيبو تشكي، لا كان عليك تشكي ديك الساعة وانت دابا عندك الحق تشكي، ولكن خذي مساطير عن طريق محامي او تمشي لشي جهه معينه يدير لها مسطره كباقي المتقاضي اللي كاينين في سائر محاكم المغرب. المهنيه
كاين ربما صاحب مؤسسات سياحيه او ملاهي ليليه او حانات نصب نفسه مطالبا بحق مدني في مواجهه المسمات غلامور وظاهر وعدن السكين. المفتي غيدوز نهار 9 في شهر 1 يوم 9 شهر 1 غادي ربما يتاجل لاستدعاء الضحايا. واحد السابق ما استدعيناش. الخارجيين هناك مجموعه ديال الناس خارجيين ومستمرين كانوا ضحايا ديال العصابه الاجراميه وخصوصا الذين تم استقطابهم الشقه المفروشه المتواجده بشارع محمد السادس قصد قضاء ليله ماجنه وتم تصويرهم وابتزازهم فيما بعد بمبالغ مهمه من طرف بعض المعتقلين واطراف اخرى. الملف ديال حمزه مومبيبي الذي زعزع الراي العام اعتقد ان هناك اشخاص ممن كانوا يسيرونه حال يتواجدون في حاله صراح ولم يشملهم البحث. اعتقد ان مجموعه ديال هاد المجرمين او افراد العصابه الاجراميه لا زالوا ينعموا الحريه ولم تتهمهم المتابعه. ملي تنقول الحريه ماشي يكون في اعتقال، يشملهم يكون كاع في حاله صراح، ما عندناش فرق بين صراحه واعتقال. وكاين كنقول لك ان الجهات القضائيه باقي هاد الناس ما جاوش قدام المحاكم ديال المختصه. هاد الناس باقيين حاليا ينعموا بالحريه ومن المتوقع غدا يعاودوا يحلوا هذا الحساب وتنشوفوا الحساب ديال التحليل والتسديد باقيين حتى لدابا. اذا لم تفكك الجهات الامنيه هذه العصابه الاجراميه بشكل كامل فان هذا الحساب سوف يظل في الزاعه ترعى المجتمع والمواطنين والمواطنات وسيد الحساب في الزاعه لدى المشاهير لان هناك مجموعه من القائمين عليه اللي عندهم معطيات ممكن يحلوا اي وقت ورانا تشد الدنيا بات مختها تحل الحساب لتمويل الراي العام باش يقولوا لا ماشي هي تمت المتابعه بكفر في حاله الصراحه تسد الحساب. شكون يحل هذا الحساب؟ شكون ينشر فيه انذاك؟ الله اعلم. اذا ان كان هناك من يحاول تمويه الراي العام او تغريط الراي العام فما عليه الى ملاقاه الضحايا والذهاب للمنازل ديالهم لمعرفه كيف كانوا وكيف اصبحوا.